خير الكلام ما قل ودل. يقوم الرجل العامي غيورا على أمر من الأمور ويعلم حكم الله عز وجل فيه، أو يرى الناس تقصر في أمر، يقوم يقف ويقول يا ناس اتقوا ربكم بأسلوب عامي لكن تقع في القلوب. ويقوم البلغاء والفصحاء والمتكلمون وإن يسقط الثرثارون ولا يغني ذلك من الله شيئا أبدا، يدخل الناس كما يخرج الناس كما دخل. فإذا قد يعظ الإنسان، يعظ الإنسان بالكلام القليل ويكفي. فإذا لا تصعب الجمعة، وما ذكر من الشروط من اشتراط الحمدلة وقراءة الآية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شروط معروف تكلم العلماء فيها وأنها اجتهادية. والصحيح أن خطبة الجمعة شرطها البشارة والنذارة، وهي رسالة الرسل، لأن أصل الرسالة السفارة، والسفارة سفارة الرسل إلى العباد من الله عز وجل، بينها الله في هاتين الكلمتين: رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين. ومن هنا بعض الناس يقول العلماء قصروا وخانوا الأمة لأنهم لم يبينوا دينها. ألا تعلم أنه لو وقف عالم وقال أيها الناس اتقوا ربكم، فقط اتقوا ربكم، أنه قد أعذر إلى الله في شرائع للإسلام لا يحصيها إلا الله عز وجل. من هذا الذي يستطيع أن يقول اتقوا ربكم من قلب، فإذا قال هز القلوب إلى ربها؟ ومن يستطيع أن يقول هذه الكلمة التي كثر قائلوها وقل العاملون بها؟ ومن يستطيع أن يقولها من قرارة قلبه فلا تجاوز أذنا حتى تستقر في قلبها؟ من؟ إنما هو المخلص لله عز وجل. وأذكر الشيخ ناصر رحمه الله برحمته الواسع، ناصر الدين الألباني، كنا ذات يوم في المسجد النبوي بعد صلاة الظهر، وهذا من تواضعه رحمه الله برحمته الواسع، وكان هناك حريق في سوق المدينة واستمر قرابة 7 أيام، وكان عبرة يعني سوق للذهب وحرق ومكث يعني آية من آيات الله في فهذا الموضع. كان في بعض التقصير وتساهل بعض الناس وكأنه ابتلاء من الله عز وجل. فلما صلى الناس الظهر قام هذا الرجل من عامة المسلمين، ولكنه لا قل أن يغيب عن الصف الأول في الحرم، وقل أن يغيب عن مجلس ذكر في المسجد النبوي، ما يمكن يعني بعد المغرب بعد العشاء لا بد أن ترى في حلق أهل العلم، وعنده عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعطش للخير وغيره على الطاعة والخير. فقام رحمه الله برحمته الواسعة هذا الرجل كبير السن ووقف موقف مؤثر جدا، وقف بعد الصلاة وهو شيخ حطمة ضعيف البدن ضعيف الصوت، وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال كلاما مؤثرا، قال أين السوق بالأمس، أين الذهب، أين المجوهرات، انظروا كيف الله عز وجل يبتلي عباده وكيف تأتي نقم الله عز وجل. تحدث في قرابة 10 دقائق لكن فيها تذكرة لمن عقلها ولكل أذن واعية. فالحقيقة أثر فينا كثيرا، فوجئنا به مسكين. بعد ما انتهينا أثناء التأثر الشيخ رحمه الله كان جالسا في الصف الثاني تقريبا في الحرم، وكان بيني وبينه شخصين وما كنت أعلم أنه في الحلقة. ففجأة الرجل قال الله أكبر، الشيخ ناصر موجود، يعني مثل ما يقولون كأنه خرب الذي فعل. كنا في الموعظة وتأثرنا، فإذا بالشيخ رحمه الله ينشج من البكاء ويرفع صوته ويقول أناشدك الله استمر استمر استمر، متأثر بكلامه، وهو رجل من العامة، وقل الله أكبر، وضع يديه على رأسه. الشيخ جالس لأن الشيخ نشج وتأثر وبكى فظهر، فنظر فيه وإذا به يعني في الصف الثاني فتأثر. هذا رجل من عامة المسلمين ومع ذلك يعظ علماء ويؤثر في علماء، لأن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت كلمة منمقة محسنة ولو كانت من أبلغ الناس إذا لم يرد بها وجه الله لن تبلغ ما بلغ أبدا. ولذلك وعظ أحدهم بكلام بليغ مؤثر في القلوب، فجاءه رجل بعد الخطبة وقال له يا فلان إنك قلت كلاما تنهد منه الجبال أو تنبك منه الجبال من قوتي وبلاغتي وفصاحتي، ولكني أقسم بالله أنه ما بقي في قلبي منه شيئا، فإما أن يكون فيك العيب أو في العيب، يعني إما أن تكون لا تريد وجه الله استغفر الله بهذا الكلام فاتق الله.
وإما أن أكون أنا لا أحسن سماع المواعظ ولا التأثر بكلام الله عز وجل وكلام رسوله فأنا الذي فيه العيب. فأعطاه موعظة قصيرة لكنها مؤثرة. فالتأثير في الناس في خطبة الجمعة لا يشترط أن يأتي الإنسان بكلام كثير. وكم رأينا من أمور مؤثرة جدا، الشخص يجلس يخطب قرابة النصف ساعة والناس في شدة الظهيرة، وقد يكون هذا في حمية الصيف والناس أحوج ما يكون إلا من يرفق بهم وإلى من يتألفهم، وتجد بعض الخطباء يقتصرون على كلام قليل فالتهيئ، فتجد لهم من القبول ومن محبة الناس ومن غشيانهم لمساجدهم وقبولهم لمواعظهم الخير الكثير، لأنهم حببوا الناس في دين الله عز وجل ولم ينفرهم. فالشاهد أن الخطبة ينبه على هذا، ينبه المؤذنون يعني أنه الأمر يتوقف على التذكير بالله عز وجل، فإذا قام شخص وذكر بالله. لكن إذا وجد مسجد يعني فيه الخطبة فأنا أنصح أنه لا يقوم أحد، إذا كان نفع الناس بالخطبة الأخرى وتأثرهم وقد يؤم بهم عامي يلحن في الفاتحة أو يخل بالفاتحة فحينئذ يبطل صلاتهم. فخلاصة القول إذا لم يوجد مسجد آخر، إذا لم يوجد مسجد آخر، هذا الشرط الأول، إذا لم يوجد مسجد آخر فيه جمعة جاز لهم أن يصلوا الجمعة. الشرط الثاني أن يغلب على ظنهم إلى ما يقرب من آخر الوقت أنه لا يوجد الخطيب، وهذا يغفل كثير ممن يفتي في هذه المسألة. فإن العلماء قالوا إن الجمعة واجبة في هذا اليوم ولازمة، فمنهم من شدد إلى آخر وقت، آخر وقت الظهر، فلم يعطوا رخصة بصلاتها ظهرا إلا إذا ضاق عليهم الوقت ولم يبقى إلا قدر ما يصلون الظهر، لأنها فريضة لازمة لهم. فإن رجوا حضور الإمام أو حضور من يقوم بالخطبة ولو بعد وقت ينتظرون في المسجد، وحينئذ يكون الأصل لازما لهم. فإذا تحقق الشرطان جاز لهم أن يصلوا ظهرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.